بلعب مع اختي، ما بزعل منها. لا ما تقلقش، انا بحب اني العب مع الاولاد انهم دفشين. بلعب مع خواتي التنتين وبلعب معهم كل الالعاب. ما بلعب معهم سيارات لان سيارات العاب للاولاد. هم يعني بنقدر نقول انهم لطيفات. هم دائما باخذوا اللي هم بدهم اياه. انهم مرفهين. هم قوايا بس احنا اقوى. في فرق بين البنت والولد، انه مثلا انه اخوي بضله يطلع من برا الدار وهيك وبضل يصرخ، اما البنات بضل يعني بالدار بيكونوا يعني اهدى من الاولاد وهيك ما بيكون صوتهم طالع. انا بحب شخصيه الاولاد لانها شخصيه قويه، شخصيه البنات ضعيفه. في بيننا فرق كثير كبير بين الولد والبنت. في فرق بالمجتمع بس بالحقيقة مش كتير. بالنسبة إلي لا، ما بحس في فرق بيني وبين أخوي أو زميلي أو أي حدا. ما في فرق بيناتنا شخصيا، هيك بتعمل. بحب ولد، ما بحب أكون بنت عشان أنا مبسوط بشخصية الأولاد. بنات أنعم من الأولاد، الأولاد دفشين. ما بحبش أني أكون ولد لأنه حياة الأولاد مش حلوة، بلعبوا بالبلاي ستيشن، بضلهم يلعبوا بالشارع، ومرات هيك بتهبلوا على البنات. حابب شخصيتي، حابب إني أكون ولد. بحب إني أكون بنت مش ولد، لأن البنت لما تكبر بتصير أفكار الأولاد على بنات كثير بتفرق، وكمان حياتهم مش مريحة أبداً. ما بحب إنه أفكر أو إنه أتخيل إنه أكون ذكر، لأنه أنا كتير شايفة حالي كأنثى كمرأة ممكن تساوي إشي في المجتمع وممكن تغير صورة نمطية معينة. بقدر، لأنه يعني حياتهم رفاهين ما عليهم إشي زينا.